عام وأنتم بخير. نسمع الصلاة على سيدنا النبي. نسمع الصلاة على سيدنا النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا بسم الذي خلق الوجود عظيما إن قل أو كثر الذنوب رحيما بسم الذي تجري البحار بسم الذي خلق الوجود رحيما إن قل أو كثر بسم الله
يا رب وعليك على سرير يا ابو سرير. خش يا خطير. بسم الله بسم الله خلق الوجود رحيما إن قل أو كثر الذنوب رحيما إن قل أو كثر الذنوب رحيما بسم الذي تجري البحار بأمره فهو والسعد يملأ
ومحمد سيدنا النبي ومحمد طه النذير مبشرا بالحق جاء أكد البرهان. يا أيها البدر يا أيها البدر المنير تحية وسلام ربي في ربيعك حانا. صلى على حضرة النبي عليك يا خطيب. يا أيها البدر يا أيها البدر المنير تحية وسلام ربي وسلام ربي في ربيعك حانا. يا أيها البدر المنير سيدنا النبي بسمعين الصلاة على سيدنا النبي. يا أيها البدر المنير وسلام ربي في ربيعك.
الكتاب بلفظها من قبل آدم وحيضا أنبانا، وكذا المسيح مبشرا برسولنا في صورة الصف الكريم فكان، فحروف أحمد في الكتاب بلفظها من قبل آدم وحيضا أنبانا، وكذا المسيح مبشرا برسولنا في صورة الصف الكريم فكان. يا رب صل على الحبيب المصطفى فضلا ورحما منك عزة النبي. انت ليلتك عسل وبكره الجمعه ومش هتروح يا شيخ محمد وهتنتهي لنا الفجر الليل، مش هروح بحياه سيدنا النبي. اوعى تخبى على الملاهي حاجه، الملاهي دي بلد كريمه وبلد محترمه وبلد سميعه كلها وكل الناس بتحبك، عشان خاطر سيدنا النبي ما نستعجلش. فحروف أحمد في الكتاب بلفظها من قبل آدم وحيه أنبى. فحروف أحمد في الكتاب بلفظها من قبل آدم وحيه أنبى، وكذا المسيح مبشرا برسولنا في صورة الصف الكريم فكان. يا آل بيت النبي، يا جاد الكريم نفسه.
العلماء تهدي القلوب تهدي القلوب تهدي القلوب تهدي القلوب لأرحم الرحماء من غصن آل البيت جاد الكريم نفيسة العلماء تهدي القلوب لأرحم الرحماء من غصن آل البيت كان ظلالها وبنا سيد السهداء هذه نفيسة جدها خير الورى في أرض مصر منارة العلماء جاد الكريم جاد الكريم جاد الكريم نفيسة العلماء رضي الله عنها وارضاها تهدي القلوب تهدي القلوب تهدي جاد الكريم جاد الكريم جاد الكريم جاد الكريم نفيسة العلماء سيد سيد السعداء هذه نفيسة جدها خير الورى في أرض مصر منارة العلماء سيدي يا رسول الله.
صلى الله عليه. ايوه يا عم الشيخ ابو سريع بالمدينة المنورة أسكنك الله.
المدينة المنورة أسكاك الله. سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله. صورك متين يا مكة يا مكة صورك متين مقام الخليل فيك مقام الخليل فيك مقام الخليل فيك مقام الخليل وحجر إسماعيل Canção.
يا مكة سورك متين باب السلام فيكي وحجر إسماعيل فيكي وحجر إسماعيل فيكي وحجر إسماعيل فيكي وحجر إسماعيل فيكي لما 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 سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا من عليك صلى الله سبحان من أعطاك يا من بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء لك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب وما ترى من هذا نبي زاكي شغبان شهر ثاني والنور منه بالي هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالجنة يا آمنة نلت المنى رمضان جاءك بالجنة يا ستنا نلت المنى رمضان جاءك بالجنة يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى ذو الكعبة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحتة سادس شهرك يا آمنة يا ساعتك ذو الحتة سادس شهرك يا ستنا يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الوفاك محرم جاءك من مدى مبشرا بأحمد وما ترى من ورد هذا نبي
وشاع الخبر عن النبي المنتظر وفي سفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي سفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي سفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجل من شق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا أمينة جبالي ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسن وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من غداك سيدنا النبي صلى الله عليه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله والله انا والله انا تونا وحياة سيدنا النبي تونا مش احنا متعودين تونا سيدنا النبي الله يفتح عليك ويصبر حالك لك الحبيب النبي محمد بيت على النبي يا عبد الله زي الوحش سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا من عليك صل تمكن حب أحمد فيه جسد 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 تمكن حب أحمد فيه الله إن الله لا يخزي جسد تمكن حب أحمد فيه وكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه وحبه في قلبه ومديحه فيه أكثر 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 عليه من الصلاة فإنها هي Oh.
سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هلاك بالمصطفى سعدك وعدك لما حملت في رداك وما ترى من غتاب هذا نبي زاكي شغبان شهر ثاني والنور من عبالي هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المدى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور من غساك ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك من وفا وشرفك من المصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهرك يا ستنا يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك من ماذا مبشرا بأحمد وما ترى من غرابة هذا نبي زاكي وفي صفر شاغ الخبر عن النبي المنتظر 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 من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأوائل ولد النبي مكمل وفي ربيع الأوائل ولد النبي مكمل يا آمنة تجملي نور ربه أكساك ولد النبي مختانا مكحلا مبغانا بخابق مقرانا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من غداك سيدنا النبي صلى عليك صلي ربي وبارك عليه يفتوت الأليومية في المرشدين يا شيخ محمد والله العظيم في توة الجمهورية كلها ربنا يبارك لك ويجعلك كل نصيب العيش كل سنة ان شاء الله عشان خاطر سيدنا النبي ما تقولكش عادي ابدا ومدد يا رب ومدد يا رب يا سيدنا النبي أحسنت على شيخ محمد اللهم صل على سيدنا النبي وهكذا يا اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه الابتهالات الدينية التي نحن بصددها باحتفاء واحتفال بالمولد النبوي الشريف بقرية الحب في حب آل بيت سيدنا النبي قرية الحب قرية المنايل أحباب آل بيت سيدنا النبي وكان معنا أمير المبتهلين بالوطن العربي الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع الشهير بالخطير الذي أبدعنا بهذه الابتهالات الدينية في هذه الأمسية الدينية التي تقام احتفاء واحتفال بالمولد النبوي الشريف
نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسنات أصحاب هذه الليلة، ونسألكم جميعا قراءة الفاتحة على روح سيادة اللواء عبد الواحد محمود عبد الله ومولانا الشيخ عبد الشافي عطية عبد الله والحاج محمد عبد الغني عبد الله والحاج يسري عبد الغني عبد الله والحاج سيد محمود عبد الله والحاج احمد عبد الباقي عبد الله وشهداء الوطن من قيادات الجيش والشرطة وشهداء الأمة الإسلامية وشهداء وطننا الغالي. نسألكم جميعا على روح الفاتحة على روح شهداء الوطن جميعا، شهداء الجيش والشرطة، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل وهذا الاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي الشريف في ميزان حسنات أصحاب هذه الليلة. وعودا وكل عام وأنتم بخير. نقلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر أنحاء الجمهورية الحاج محمد الخولي المقيم بالعوشجة مركز إهيا بمحافظة الشرقية مخازن الفراشة الكبرى وقصر ضيافة المتنقل الذي كمل وجمل بمعرفة الحاج جمال عيوس وأولاده والمقيم بهذه القرية الطيب أهلها المنايل مركز الخنكة القليوبية. خدمة النت العالمية عبر العالم فهي لعميد مصورين مصر المهندس ناصر صلاح تحت إدارة المهندس محمد ناصر صلاح والمهندس صلاح ناصر صلاح بمدينة الزقازيق في الشرقية. خدمة الضيافة العالمية والمتنقلة عبر أنحاء مصر وفي أبو إسماعيل تحت إدارة المتر المميز دائما محمد أبو إسماعيل المقيم بالتل الكبير بالإسماعيلية. اخوانا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ولحظات قليلة ثم نعود اليكم مع القرآن الكريم.